السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا فنانين، وحشتوني جدا. بعتذر عن التأخير اللي دام لفترة تقريبا شهر أو يمكن أكتر، وإن شاء الله في نهاية الفيديو ده هتكون مفاجأة إنك تقدر ترسم الصورة اللي أنت شايفها دي بكل سهولة. لكن حابب أقولك حاجة، لو أنت أول مرة تتفرج علينا فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات اللي بننزلها، وانتظروا قريب جدا كورس شامل هياخدك من الصفر للاحتراف، وإن شاء الله نقدر نعمل الكورس ده في فترة قريبة جدا. هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو رابط الفيسبوك الخاص بينا ورابط قناة التليجرام عشان تنضم لنا على التليجرام، لأن احنا هناك بنبعت رسائل مهمة جدا، وبنبعت تقريبا معظم شغلنا هيكون على التليجرام. يلا نبدأ في الفيديو. اول حاجة فنانين نبدأ نجهز الادوات، بيبقى مثلا هستخدم لو فرشة عشان اعمل بيها الدمج، وقلم رصاص عادي، سواء هتستخدم اتش بي لان هنبدأ نخطط بالاتش بي، وبعد كده نبدأ نشتغل في التظليل بالسكس بي او الايت بي، ولو معاك اي درجة تقدر تكمل بيها التاسك. واهم حاجة بالنسبة لي انك توصل للنسب الصحيحة وليس التظليل، وان شاء الله في موجود على القناة حاليا كورس كامل بيعلمك الاساسيات، هسيب لك رابط الكورس في وصف الفيديو، لكن تابع معايا الفيديو ده للنهاية وهتوصل للنتيجة مرضية باذن الله. اول حاجة ببدأ اجهز السكتش بتاعي خالص، بستخدم سكتش عادي، ما جبتش سكتش كانسون ولا اي حاجة، لان في ناس بتتكلم ان بيبقى عندها مشكلة في السكتش ان هي ما بتقدرش ترسم. طيب هنبدأ بقى نعمل قوس. القوس ده هيبقى عبارة عن البرنيطة او الطاقية اللي البنت لابساها. حاول بس اظبط القوس، يعني انا ما بجيبش القوس مرة واحدة، بحاول اجيب كذا مرة كده بايدي، انا يعني الموضوع مش صعب، حاول بس كده. استخدم طبعا قلم سنون سبعة ملي، يعني السن بتاعه 7 ملي، و اتش بي، بحاول بس اظبط الكيرف على قد ما اقدر. ركز معايا، تمام كده، وتقريبا الخط بقى مظبوط. هبدأ اعمل خط تاني فوقه بالظبط بنفس الطريقة، برضو انا بمشي خطوة خطوة، ما بحاولش استعجل وانا برسم الخط، يعني الخط ما بيجيش معايا من اول مرة، وده اكيد انت مش ساحر هتقدر تجيب الخط معاك من اول مرة. الاول حاجة ببدأ اعمل الخط يعني خفيف، وبعد كده ببدأ اتقل عليه. طبعا انا المفروض استخدم درجة اتش او 2 اتش، وبعد كده ابدا الاتش بي، لكن انجازا للوقت انا بستخدم الاتش بي مره واحده، وببدا اغمق الاوت لاين بتاعي اللي انا برسمه دلوقتي، اسمه الاوت لاين، اللي هو بعد ما بنتهي منه ببدا اشتغل في التظليل. تمام يا فنانين، خلينا نكمل مع بعض. انا دلوقتي بحدد الشكل كويس، بحاول اظبط الكيرف بان انا بحاول اغمق الحدود، ولو في كسرات زي كده بقى يعني بحاول اعمل الكسرات ديت والزوايا بتاعتي. برضو بنفس الطريقة هبدأ اعمل الخط رقم 3 وهو الخط اللي فوق بنفس الاسلوب او بنفس التكنيك اللي انا كنت شغال بيه تحت، بحاول اعمل الكيرف بحيث انه يبقى متناسق، وبرضو بعيد او بمشي بالقلم خطوط كده. دلوقتي انا ببدأ اقسم الوجه، يعني انا بحاول اقسم الوجه نصين، يعني تمام عشان اقدر اوصل للنسب الصحيحة بقسم الوجه نصين كده بالطول وبالعرض. طيب هوريك بس ازاي بحدد الجزء من تحت، انا بس كده بحدد هو الفك او الوجه من تحت، بحيث ان انا وانا شغال ابقى شغال في سليم، يعني ما اروحش ابدا برسم العين مباشره وانا مش محدد الوجه، لا انا دلوقتي بحدد الوجه بالظبط، الحجم بتاع الوجه عشان اقدر ارسم السكتش بتاعي مظبوط. احنا طبعا بنرسم سكتش مع بعض، وان شاء الله هنستفيد بكل المعلومات اللي هنتعلمها النهارده في الفيديو. دلوقتي ببدا برضو احدد الملامح، يعني انا بعد ما بخلص الوجه ببدا احدد الملامح. الفكرة الجزء ده بتاع مستوى العين اللي هو اللي انا بدأت فيه ده جزء مستوى العين. ببدأ ارسم بقى النضارة بتاعتي عشان احدد ملامح اكتر، ويبقى الموضوع ما بقاش مهمش او ما بقاش كده مخفي، فبقى ظاهر قدامي بالشكل ده. وبرضه بنفس التكنيك انا ما بشدش الخط مرة واحدة، انا بفضل اشد خطوط كده ورا بعض بحيث ان انا اظبط الكيرف بتاعي او الخط بتاعي. نكمل مع بعض يا فنانين، نشوف هنوصل لإيه. زي ما انا قلت بحدد مكان العين،
برضو لو انت اول مرة تتفرج عليا ما تنساش تشترك في القناة وتأكد من تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بننزله. يعني اهم حاجة انك تتأكد من جرس الاشعارات. ببدأ اعمل الخط التاني اللي هو بيحدد لي النضارة، برسمها برضو كده بنفس الاسلوب، برضو ما بجيبش الخط مرة واحدة، بحاول ابدأ تدريجي كده مع الخط، وفي الاخر خالص ببدأ اظبط الخطوط ديت بان انا اعيد عليها او ان انا اظبطها معايا. احنا قلنا بنرسم سكتش، يعني دلوقتي احنا ما بنرسمش بورتريه محتاج ان انا اظبط التونات بتاعتي، لا السكتش بيبقى الموضوع فيه سهل جدا عن البورتريه. نكمل مع بعض. طيب انا تقريبا كده انتهيت من تفاصيل الوجه، يعني هو يعني الرسمة مش واضحة قوي او ان هي تحس ان هي مش فيها تفاصيل، لكن لما نخلصها نبدأ. دلوقتي انا هبدأ ارسم في العين مباشرة، بحيث ان انا ابدأ ارسم العين. انا الشكل اللي انا متخيله ان العين مش هتبقى زي عين انسان، بتبقى شبه الانمي شوية يعني. طيب هنفهم بس الخطين اللي فوق دول اللي هما بيحددوا لي الرمش مع زي نظام فتحة الرمش كده او السمك بتاع الرمش. خلينا نكمل مع بعض. هو الموضوع سهل جدا يا شباب والله، هو بس محتاج منك ترسم باستمرار، وان شاء الله في فيديو قريب هقول لكم عن النصائح وازاي تخلي مستواك من مبتدئ لمحترف في اقل وقت. ان شاء الله الفيديو ده هيبقى عبارة عن 5 نصائح بالظبط، هيخلي مستواك من صفر لمحترف بإذن الله. طيب بعد كده ببدأ يعني بحدد الوجه، لقيته مش مظبوط معايا، فحبيت أعمل بقى الخصل بتاعت الشعر ديت إن هي تحدد لي خلاص الوجه بقى كامل معايا. ودلوقتي أنا برسم في الشعر، لو لاحظتوا إن الخط بتاع الشعر بيبقى فوق النضارة، وبالتالي أنا رسمت النضارة الأول تمام، لكن دي مش مشكلة يعني. انت ممكن ترسم الشعر وبعد كده، لكن كل واحد بيحب يشتغل بالاسلوب اللي هو اللي يريحه، يعني اشتغل بالاسلوب اللي يريحك، لكن بالطريقة اللي انا بدأت بيها دي هتلاقيها سهلة جدا وهتلاقي نفسك طلعت الرسم. انا بس كده بحط نقط بحدد بيها اتجاه الانف، يعني الموضوع بسيط جدا يا جماعة والله. ودلوقتي هبدأ بقى برسم البق او الفم. انا عامل زوم على الرسمة او على ايدي بحيث انك تعرف يعني بدأت ازاي وانتهيت فين، يعني بس كده يعني الموضوع سهل زي ما انت شايف كده، بدأت من فوق وانتهيت بالشفة من تحت، اكيد كبرتها يعني بحيث ان هي تكون مش شبه الانسان الحقيقي، هي اقرب الى الانمي. طيب بعد كده ببدأ اعمل الحاجب، يعني انا ده كله بحدد في ملامح الوجه، لسه ما دخلتش في المرحلة اللي هي التظليل، ده كله بحدد ملامح الوجه. رسمت الحاجب ورسمت العين ورسمت الشعر والبق والانف. خلينا بس نبدأ نحدد الجسم اللي هو البادي بتاع البنت، بس عشان يبقى الشكل يعني مقبول الى حد ما، واكيد بنسبة 99% الرسومات اللي حضراتكم هتقدموها تبقى افضل من كده بكتير. وما تنسوش تشتركوا في الجروب الخاص بنا على الفيسبوك وقناة التليجرام، كل الروابط هتلاقوها موجودة تحت. ولو انت ما تعرفش اي حاجة عن الرسم، انا عامل لك كورس اساسيات الرسم من الصفر، مش موجود اصلا المحتوى ده مجاني، لكن بفضل الله انا قدرت اشرحه مجانا واوفره بشكل مجاني لكل الناس اللي عاوزة تتعلم لكن بيقابلها مشكلة مادية في الحصول على الكورسات. خلينا بس نبدأ نعمل خصل الشعر. الموضوع سهل، انا مش عارف اشرح فيه ايه، بس هو سهل جدا، انت يعني اكيد شايف من خلال الفيديو. بس انا كده تقريبا انتهيت من الجسم والملامح وظبطت النسب بتاعتي وعرفنا ازاي انا بظبط النسب. ببدأ بعد كده بقى احدد الخصل بتاعت الشعر عشان يبقى الموضوع سلس معايا. في ملحوظة برضو عايز اقولها، ان احنا لما بنيجي نرسم الشعر بحدد الخصل المعينة عشان اشتغل في جزء معين. انا لو تلاحظوا بقسم الشعر لاجزاء صغيرة، والاجزاء الصغيرة دي في الاخر هبدأ ارسم فيها، ما بسيبش الشعر كده بالحجم بتاعه الكبير معايا فبيعجزني وانا برسم او ببقى مش عارف ارسم فين، لا انا بحدد اتجاهات صغيرة، والاتجاهات الصغيرة دي ببدأ ارسم فيها بسرعة، وهوريكم التكنيك اللي هنتعلمه. حاجة بسيطة، وانا شرحت الموضوع ده قبل كده برضو على القناة لما جيت ارسم شعر ولد،
ورسمته بالدقن، فهسيب لكم الفيديوهات دي كلها تحت تقدروا تتفرجوا عليها وتستفيدوا منها. انا هبدأ اظلل دلوقتي جزء التظليل، وهو لا يقل أهمية عن الرسم. فانا بس بستخدم قلم، ده كله على فكرة انا بستخدم قلم واحد واللي هو ال HB. عفوا انا غيرت السن، بس هو قلم واحد لكن انا غيرت السن خليته 2B، يعني 2B. لو انت معاك قلم سنون 2B تقدر تعمل اللي انا عملته ده بالظبط. انا بس ببدأ اغمق كده، يعني شايفين الموضوع مش احترافي ولا حاجة، انا ما بظللش تدريج، لا انا عايز كله بنفس الدرجة ديت. ببدأ اشتغل في تظليل النضارة. يعني الموضوع سهل، اعتقد مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، فهسيبكوا كده دقيقتين مع الفيديو. دقيقتين ايه؟ هسيبكوا دقيقة واحدة او اقل من دقيقة كمان. يعني بعد كده طلعت قلم اللي هو 6B، بدأت أغمق أكتر فوق الدرجة اللي أنا كنت عاملها 2B. يعني حاولت، لقيت الموضوع محتاج يبقى غامق أكتر من كده، وبدأت أستخدمه اللي هو قلم نوع ستيدلر. بدأت أشتغل بيه عادي جدا. فالموضوع سهل يا شباب، أي قلم معاكم في البيت يقدر يطلع نفس النتيجة ديت. أهم حاجة بس إنك ترسم يوميا، ما تبقاش زي حالاتي كده بسيب الرسم أسبوع وبعد كده أرجع أرسم. فهو فعلا الموضوع ده مضايقني، لكن انا مش متفرغ للرسم بشكل كبير للاسف، يعني دي اكتر حاجة مضايقاني. لكن باذن الله حاول اخصص وقت ان انا اطلع معاكم كل شوية كده فيديو نتكلم فيه عن حاجة للرسم. خلينا نتكلم بقى عن رسم العين. انا بدأت اعمل كور صغيرة كده، الكور دي عبارة عن اللمعة اللي بتبقى جوه العين، تمام؟ خلينا بس نكمل، انا الموضوع سهل وواضح قدامك في الفيديو. بدأت اعمل حوالي كورتين ثلاثة كده بحيث انه يبقى فيه لمعة في العين. اللمعة دي بتديك حاجة، بتديك الواقعية. بعد كده برسم بقى الخطوط ديت، بخليها خطوط، ما بظللش يعني، بحاول اعملها خطوط عشان يبقى الموضوع العين بيبقى كده حقيقي يعني. وبنفس الكلام في العين التانية. ببدأ أرسم الرمش من فوق كده، بحاول أسوده، ما برسمش يعني شعراية شعراية. هو أنا قلت لكم ده سكتش سهل جدا، سهل، ما بدخلش في تفاصيل قوي. ببدأ أعمل الرموش من تحت بحيث إن الموضوع يبقى شكله لطيف أكتر من كده، تمام؟ يعني الموضوع بقى شكله كويس او مقبول الى حد ما. انا متأكد ان انت ترسمه حاجة احسن من كده، لكن ده سكتش سريع جدا عشان ننجزه مع بعض. يعني اعتقد كده العين مقبولة ولا ايه؟ مقبولة. لو الرسمة عجبتكم يا شباب اكتبوا لي تحت في التعليقات ان هي عجبتكم، ايه الحاجات اللي انتم محتاجين تتعلموها، وبرضو سيبوا لي رأيكم في التعليقات تحت. يعني انا هقرأ كل التعليقات ان شاء الله، فان شاء الله انا هقرأ كل التعليقات. ما تنسوش تكتبولي يعني الحاجة اللي انتوا عاوزينها وايه الحاجة اللي انتوا محتاجينها تتوفر على القناة. انا كده بس ببدأ احدد يعني الشفايف، وبحدد ال البق او الفم. احنا في مصر بنقول عليه البق، فانا بقول يعني بحاول اعمم عشان اكتر ناس بتتفرج عليا مش من مصر اصلا، يعني تقريبا اكتر متابعين القناة هم من العراق وبعد كده بيجي مصر. يعني انا معترف ان العراق اكتر ناس بتحب الفن والرسم، وهم اكتر ناس بيتابعوا القناة فعلا. تحية مني لكل العراقيين صراحة وكل البلاد العربية.
بعد كده انا هبدأ اخد اتجاه معين في التظليل اللي هو من تحت كده على ايدي اليمين، يعني بحاول اشوف اتجاه يريح ايدي ببدأ اظلل منه بقى اللي هو الموضوع. ببدأ اعمل خطوط، يعني ما بعملش في، اتكلمت عن موضوع التظليل ده بالتفصيل في محاضرة، ممكن ترجع للمحاضرة ديت من خلال الروابط تحت اسفل الفيديو، هتلاقي محاضرة كاملة عن التظليل كل تفاصيله، ازاي تبدأ تظلل وازاي تتدرب على التظليل من الصفر للاحتراف، يعني محاضرة ما سابتش اي حاجة. انت لما تتفرج على المحاضرة دي مش هتحتاج اي معلومة تانية في مجال التظليل. خلينا نكمل مع بعض كده تظليل الطاقية او البورنيت او اللي هي لابساها دي، انا مش عارف بس يلا. نفس اللي انا عملته ده بس بالعكس، لو تلاحظ ان انا لفيت يعني ورق مع السكتش كده عشان الموضوع يبقى مريح بالنسبة لايدي، فحاول انت ترسم الحاجة وتكون مريحة لايدك. انت كل ما تكون قاعد مستريح في الرسم او بترسم بشكل مرتاح هتلاقي الموضوع سهل جدا. والله انا برضو حاولت اعمل الموضوع ده بحيث الانعكاس او الاضاءة تكون في النص. لو انت برضو مش فاهم موضوع الاضاءة والانعكاس والحاجات دي انا اتكلمت عنه في محاضرة الظل، ارجوك ارجع لها لان ده هيفيدك جدا، يعني هو ده اللي هيخلي مستواك يتطور، انك تتفرج على محاضرات فيها معلومات اكاديمية. المعلومات اللي انا بقولها في المحاضرات هي بتبقى معلومات اكاديمية، لكن التاسك زي ده كده بنحاول بس ندردش مع بعض بان احنا نرسم سكتش بسيط انت تكون مرضي ومبسوط بالنتيجة اللي انت وصلت لها وتحس انك بتتقدم، لان المحاضرات الاكاديمية الموضوع بيبقى ممل جدا وانا عارف انه ممل، فرجاء استحمله. استخدم بقى فرشة عادية خالص، ولو لقيت الفرشة معايا ما جابتش نتيجة ببدأ استخدم قطن او قلم دمج او حتى منديل ورق، هيؤدوا الى نفس النتيجة بالظبط. ببدأ اعمل طبقة كمان فوق التظليل لان انا شايفه بصراحة مش بالدرجة اللي انا متوقعها، ببدأ اغمقه اكتر. وعلى فكرة يا شباب الطريقة اللي انا شغال بيها دي او التكنيك ده ممكن استخدمه في رسم الشعر، ان انا ببدأ اعمل خطوط. طيب انا ليه ما بظللش؟ لان انا مش عايزها تكون مظللة، مش عايزها تكون مصمطة، انا عايز يكون فيها مسام، حاجة كده تديك احساس ان الخامة، بتديك احساس بالخامة. الخامة دي عبارة عن مثلا قماش او كده، فاحنا ما بنظللهاش قوي، يعني بنحاول نخليها فيها مسام، والموضوع ده هنتكلم يعني هنتكلم عنه بشكل مفصل لما نيجي نتكلم عن الخامات وازاي اطلع الاحساس بالخامة سواء قماش او فبر، فالموضوع هيبقى شيق ان شاء الله، فاستعدوا لمعلومات كبيرة قوي في الرسم. طبعا الناس ملاحظة ان درجة القلم بقت غامقة شوية لان انا بدلت القلم وجبت درجة 8B، فالموضوع برضو لما يبقى معايا تنوع في درجات القلم الرصاص بيسهل عليا الشغل جدا. والرسم بالرصاص على فكرة من اصعب الخامات اللي ممكن ترسم بيها، لان انت لازم في البداية تتعلم الرسم بالرصاص وتكونه عشان تقدر تدخل على اي خامة تانية سواء كانت الوان او زيت، فموضوع الرسم بالرصاص هو الاساس، هو تقريبا هو البيزك بتاعتك اللي هتخليك تؤهل انك ترسم اي حاجة تانية، ترسم باي خامة تانية، وهو تقريبا من وجهة نظري انا اسهل من الفحم، يعني انا شايف ان الرصاص اصعب، اسف، اصعب من الفحم. الفحم الموضوع بيبقى معاك بودرة فحم وبيبقى التظليل بتاعه الى حد ما سلس شوية. ايه رأيكم كده يا شباب؟ احنا تقريبا كده خلصنا الطاقية، هنبدأ نشتغل في الشعر. برضو ببدأ، يعني قلت لكم انا مقسم الشعر الاجزاء وببدأ اعمل خصلة خصلة بالراحة خالص، ببدأ اشتغل عليه خطوط سريعة جدا. الشعر بيبقى